نادرون هم الشعراء الذين يحققون شهرة تطيق الآفاق، شهرة لم تكن سريعة البتة، ولم تأتي من دون جهد حافز في الجمال، ونضال مدو في عموم المخيلة، وجري دائم ومتواصل في حقول الإبداع وأصقاعه الشاسعة، حيث الغوص والسباحة في أكثر من منح فني ولغوي وتعبيري. ومن هنا لم تكن الشاعرة سيلفيا بلات شاعرة فحسب، بل شاعرة وناقدة وقاسة وروائية وكاتبة مذكرات ومحاضرة في الأدب. ودأبها كان مثل دأب جيلها حافلا بالأعاجيب، كل ذلك الجيل الذي كان يتمتع بثقافة عالية، ثقافة متلتة مستوغرة وسائرة لأعماق النصوص العالمية. فواحدهم كان يقرأ الشعر والرواية والقصة والمذكرات وتاريخ الفنون جميعا كالنحت والرسم، وله دراية بالجوانب الموسيقية وتفرعاتها النغمية. سيلفيا بلات كانت واحدة من هذه الجبلة، معجونة بالفن عامة، هذا دون أن تتخلى عن حياتها اليومية وتفاصيلها الكثيرة، ولا سيما وأنها امرأة لها همومها الأنثوية، عليها أن تحب وتتزوج وتنجب وتعتني بالبيت والكتابة وتقرأ وتعمل وتحضر كل يوم محاضرتها التي ستؤديها أمام الطلبة حيث تدرس في الجامعة. هذا ناهيك عن مشاغل الحياة الأخرى من سفر وروايات لأصدقاء وضيوف دائمين ونشر هنا وهناك في الصحف والإذاعات والمجلات وطبع في دور النشر، حيث الحياة وفسحة العيش جد قليلة ولاهتة في الغالب. ما كان يرسل من كتابات أيام فتوتها الأولى وحتى بعد زواجها من الشاعر الكبير تيد هيوز كان أما يقبل أو يواجه بالرفض، إذ كان على صعيد النشر في الصحافة أو المجلات أو الإذاعات أو على صعيد الطباعة والنشر على شكل كتب من قبل دور النشر آنذاك في كل من أمريكا وبريطانيا، فهي عاشت شطرا من حياتها في أمريكا والشطر الآخر في لندن وحينا في كل من باريس وإسبانيا أيام شهر العسل والحب الشعري المزدوج من شاعرة متمردة عصبية كئيبة طارة ومرحة وساكنة ومقبلة على الحياة طارة أخرى. كان هيوز شاعرا مشهورا حين ارتبط ببلات الشاعرة العاشقة للشعر والشعراء، وكان فضلا عن ذلك وسيما وزير نساء، وبالرغم من ذلك أحب بعضهما وكتب معا وقرأ معا وسافر معا ونشر معا وأنجب أيضا طفلين، ولكنهما بعد مجيء الأطفال تكاثرت الهموم أمام بلات وتراكمت العقبات وحلت المآسي والمشاكل اليومية بين الشاعرين، هي تطبخ وتنظف البيت وتربي الطفلين ثم تجهد لمواجهة الحياة ومحاولة تأمينها دون عوز وشراك وخطوب وملمات يومية ودائمة. هذه العوائق وقفت سدا بين الاثنين إلى أن انهار كل شيء بعيد إصابتها بالكآبة ودخولها مراحل العلاج شبه المستديمة لدى طبيبة كانت تعالجها بين الفينة والأخرى. تأثرت سيلفيا بلات بالروائية فيرجينيا وولف وحملت المشعل المتحدي والملتهبة بعدها لتضيء مسالك حياتها المتعرجة مثلها، فكلتهما متمردة ومتخطية للأعراف والمناسك والمواضعات اليومية، ومن هنا ظهرت لكلتيهما ظاهرة عدم التناغم والتماهي والانسجام مع الضائقة العامة وعبور الخطوط الحمراء وعدم الإدعان لكل من هب ودب والتمسك بالرأي ومواجهة الآخر بالبراهين والأدلة، ومن ثم التجاوز لتخوم الإبداع
وتحرير الكتابة من النمط المتوارث والمتفق عليه شكلا ومضمونا غاية في الوصول إلى هضبات الفن الرفيع، ومن ثم مواجهة المجتمع وتقاليده النمطية الراسخة والمتعارف عليها. هذا ما أدى بكلتيهما إلى وضع حد لحياتهما بالانتحار وجرح الواقع المختل والمتردي المليء بالزيف والممالأة والإزورار. قضيت هذا الصباح في الجلسة الأخيرة مع الدكتور دي في، بينت له أنني خائفة من القوى التي تضغط علي تسحقني إذ لم أخطئ، أنظم طريقي، أتولى أمر نفسي وأضع رابطا بين الأمور الأكاديمية والأشياء الإبداعية والكتابة والعواطف والحياة والحب. الكتابة تجعل مني لها صغيرا في أنماط مرتبة، أعيد أنا خلق العالم المتلاطم المنهار باستمرار. أملك قوى جسدية عقلية وعاطفية جبارة، لابد أن يكون لها متنفس إبداعي، وإلا تحولت إلى دمار وضياع. كل ما كانت تكتبه سيلفيا بلاث الشاعرة المتمردة وأيقونة جيل الستينات والمناصرة لقضايا المرأة كان يصب في خانة الإبداع. كانت تطارد رزقها بطريقة معدبة، تركض وراء هذا الناشر وذاك، وراء هذه الصحيفة وتلك المجلة، ولطالما واجهتها الرفوض، ولطالما تحملت وصبرت وكبرت على صغار الكتاب والنقاد، ولطالما تناست معاركها مع تيد هيوز الشاعر البليغ والألعبان، ولطالما نظرت إلى البعيد في نيل مرادها، وصوبت نظرها الدائم باتجاه نقطة بعيدة هي الخلق والتخليق المتواصل والارتقاء بالفن الكتابي إلى دور النص العالي. كتبت سيلفيا بلاث يومياتها بين الأعوام 1950 و1962، وهي فترة مليئة بالحياة والمغامرات والكتابة اليومية، نقدا ومتابعة للكتب ومحاضرات أدبية وكتابات شعرية وروايات، فترة حافلة بالتنوع من النصوص الإبداعية، وهي تبدو في هذه الأوقات متدفقة الخيال، بارغة في استجلاب الفن إليها والإبحار في موجه المتلاطم. وهي التي قالت في إحدى تدويناتها: ما أخاف منه أكثر ما أعتقد هو موت الخيال. لعل قوة خيالها في مشارب الأدب وحقوله هي التي جعلتها تخوض غمار تجارب فنية وإبداعية متنوعة. لقد أحبت الفن التشكيلي وحضرت وأعطت دروسا منتظمة فيه، وبرعت غاية البراعة في المحاضرات الأدبية، وكان من بين تلك المحاضرات عن أدبيتها المفضلة فيرجينيا وولف. ذلك أن هذه التعددية في مجال الفن والأدب وحتى التاريخ الفني ربما قد أوصلتها تلك الحالة إلى تعدد علاقاتها الرجالية وتحررها الجنسي، وما أدى بها إلى الهوس بالشراب والذهاب إلى أبعد من ذلك بجسدها نحو أسرة من التقت بهم وأعجبوا بها أو من أعجبت هي بهم، ولفترة بدت شبه طويلة وغير عابرة كعلاقاتها بهاميش وريتشارد ويبتر ولوك وبعض الأسماء الأخرى. ولكنها كانت تقطع في منتصف الطريق لسبب ما يظهر منها أو من طرف العلاقة الثانية، إلى أن وضعت حدا لتلك الجولات الحسية والعاطفية والإيروتيكية، خاتمة إياها بلقائها بتيد هيوز ذات أمسية خمرية. ذاك الفتى الكبير ذو الشعر الأسود الجذاب حسيا، الوحيد هناك الذي كان ضخما كفاية بالنسبة لي، والذي يدور حول النساء، والذي سألت عن اسمه في اللحظة التي دخلت فيها الغرفة، لكن لا أحد قال لي. جاء إلي ونظر عميقا في عيني، وكان ذاك تيد هيوز. بدأت أصرخ ثانية متحدثة عن شعره، واستشهدت
الماس الأعز غير المخدوش. فأجاب قائلا بصوت لابد أنه كان قادما من قطب: هل أعجبك؟ وسألني إن كنت أرغب بكأس من الكونياك. بعد رحيل سيلفيا بلات انتحارا بالغاز، صمت تيد هيوز طويلا، لم يتكلم أبدا عن انتحارها وغيابها المفاجئ. ولقد تزوجت ثانية وانتحرت أيضا، غير أن انتحار سيلفيا بلات كان جراء حالتها النفسية هي. كانت تراجع أثناء حياتها طبيبا مختصا وطبيبة مختصة بأمراض الأعصاب، ولقد عولجت مرارا بالصدمات الكهربائية، ولم تكن لتيد هيوز يد في تردي حالتها، بل هي ورثت هذه الحالة من العصاب عن طريق عائلتها، وهي وتفاقم الأمر لديها لحساسيتها الشديدة ولغيرتها وحسدها للآخرين، كما تصرح هي بذلك في إحدى اليوميات: إن كانوا شعراء أو كتابا وصحفيين وأناسا ناجحين في مشاريعهم الحياتية، ولكن سيلفيا بلات أيضا لاقت الصدود في مطلع مشوارها الإبداعي، الإشاحة والتسويف والممطلة، غير أن العالم لا يخلو من بصيص ضياء ومن نفق ما يؤدي بها إلى بر النجاح. وعملية الخلق بحد ذاتها تحتاج إلى وقت وفهم وصبر وأنة طويلة لكي يجد المبدع الحقيقي طريقه ويمهد السبيل أمامه، بينما تيد هيوز لم يلق ذاك العناء بشق طريقه، فموهبته كانت قوية ومفاجئة ومختلفة بالنسبة لشعراء جيله، ولهذا مضى غير مكترث بالنجاح والإخفاق، وكان يعد الاثنين تحصيل حاصل. وحين مرت أعوام كثيرة على حادثة انتحار سيلفيا بلات، تيد هيوز المحب والأب والزوج لم يطل به الصمت أكثر من ذلك، فكتب ديوانين ملهمين من نتائج تجربتهما الحبية، وجاء ديوانان وأحدهما ديوان رسائل عيد الميلاد كاعتراف متأخر لذاك الحب العاصف والمدمر، الحب الذي أودى بشريكته في الشعر والحب إلى ذاك الغياب التراجيدي. وكان كلا الكتابين الشعريين بمثابة رد قوي على تلك الشائعات والأقاويل التي تتهم هيوز بشكل وبآخر، بدفعها نحو تلك الزاوية المظلمة من النهاية. من كتاب سيلفيا بلات مذكرات، ترجمة عباس المفرجي، دار المدى، بغداد، 2017. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.